قف كستو صومالي هي وحو ما انت اوغي هي دولتها دولت اندرسن هي ودولتها اندرسن هي كم هي ان اي هشيس شرع الدراء ان اي لقى شيء دولت غوبالات اما دولت دولت غوبالات كم ذا اما ما مولدا كم ذا صومالي ميت كم ذا او اه صومالي لان كاس او شيغيا اما اي تباحيا ان دل صوماليات قيب كم ذا ان دولت داسي اي سي شرع الدراء ان اي لاذا هيوان وان قاضنايا والله يجا كرينايا وان قاضنايا عيدا بان دكسنايا دكت بان كدسنايا أنا سامي 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 إن مامل كاسي وكتير سامي هاي جمهورية دا سوماليا أيغو أوك إن دستور كا سوماليا وصنو أوك غولين أريما هنو عاصو كلا إن أي مامل لضو أي أيغو كتاليانو كارميان أيغو أوك إن دات كا سوماليا أي مدد دير أي أيغا لفتوضة أي جالن شيء دبعته يوسف دحيس أيه هو أقول إن دتك الصوماليات أين أقبل دونين دولة الصوماليات نحسن أقبل دونين أيه أرنت على سمين وحنو جد والبا جد دري جد جابن أفول السن بده إن أي صاحب بدن أقول لابتان طلاب هذا شرع درش شرع درش هذا يقادن ودون كورن الله هذلي أو لكري لا يهاي أو لش يجي وشرع درو وروح أوسع تاني قانون كسو خلاف سيه وروح قدره لكن أيجا أي ولد يديهن أو تلس كأي سبب أي يديهن والله سعطان أرين تعال كام رئيسة الدنيا دي أردن سوماليا هي الدنيا دي أردن وجرب تاجن هي دولة قانون كعالم يجبي نيسة أي إن مش عايز كو هيان أيوة الشركة دي كام رئيس وحنا نسيب درة إن إنه سكلا وحو آخرين أضينا سومالينا arintaas waxa u dhaxaysa umada Soomaaliyeed oo dhan shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ma jiro qof Soomaaliya oo diyaar u ah ama raba dalkiisa inay dawlad kale qaadato ma doonaayo qof raba ma jiro mar raba qof doonayo oo Soomaali ma jiro Soomaalidu guud ahaan waxay ka siman tahay dal jacaylka waxay ka siman yihiin waxa kale oo dhan waxa kale oo dhan uu kala qaybin karaa لكن مسألة الضلك كما كلا قيب سمان ما نكو كلا قيب سمان وحارمنا مركا أرنت النوع عاسة ضدك صومالي يساو فهمان أرنت وحاي مرا يسا صومالي أو ضلك يدي دفاعان يسا أو أن قردر الربين أو نبت قلية الربطة أو ولي بعيد والبله استغي سولة ور دولة دان هلا لها دلو إيو دولة اللي مايا وحاس وحبك بچران ميشان قرية قردر ربا وينا دسيسو أما سيدي أنا صحيح لي بعد إيه قدين أما حرق بابن كوي منبا هو أي مريا لا بد عصي مريسة أنت واحد كسر كياي أو سوماليس جديدة تاه أو سوماليس في فرصة تاهي مش عص باس كمالة باس كمالة ضد كسوماليات مرحلة سوماليات سياسيين سوماليات وحن عطسنا هنا 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 خد ككبر من كل جيل هل كاسي وحمريان يعني. ماشي أصلاً إنه كمان سيبنا هي كل جين وح إن الهوست الصقرة أو إن كلا قي قيبيا أو إن هذا وحكي هذا كلا أجري مشرو دولة كلا أو عيدا كان سنة يس الصومالي مشرو دولة نوي دي ستور هذا عيدا ما كان سنة يس الصومالي مشرو سيد هذا بقى مشرو تبع سيد هذا بقى لما وي دي سن لكن حق بانو لنا هاي هذا الصومالي نهاي وضر مدح بنام بان هاي هذا دولة كلا أو تقني أو oo 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 arbeed oo aan dhahanay iyagana warna caawiyo waxaan caawinaysan oo ay dhahayaan waad in caawineyna macnaheedu ma aha inaan dawlad kale ku duuleyna ma aha macnaheedu macnaheedu ma aha inaan ciidamo ay leeyihiin inta soo rarno Soomaaliya keenayna ma aha namay weydiisan annana ma weydiisan annagu waxaan u baahanahay taageero cidina siinaysan uga baahanay hadda iyagu nasiinayaan saaxiibadan horeba waa wax badan waan isla qabanay diyaar baan u nahay hana siyaan لكن إن دتك لا مسليدين لغو سمايو أو دين عكلا دتك لو قديو أرين تاسو وانا سيب درو دتك سوماليات ودياش سوماليات سياسيين سوماليات هكاحي شوضان إن يسوچة شوابان هكاحي شوضان إن
lagu ciyaaro mabaadi waawin iyo arimo khatar ah oo taagan in wax aan macno lahayn lagu ciyaaro dad kale dhex geliyo siyaasiin Soomaaliyeed ka daayaan odayaash Soomaaliyeed ka daayaan kala qaybinta bulshada Soomaaliyeed iyo isku horkeenka dadka hal joojiyo hal laga waantoobo dadka Soomaaliyeed waa inay saf waaxida galaan hal saf galaan dalkooda wada difaacaan waxay la tahay taas qof Soomaaliya oo ka soo horjeeda ma jiro meel kasto joogaba qof Soomaali oo diidan ma jiro laakiin dadka markay si qaldan wax loogu akhriyo dadka Soomaaliyeed ee qabyaalada la dhexgeliyo ee waxyaabo kale laga hadlo oo la istaataabto waxa ay naga dhumaaya meeshii aanu soconay deedna waa fashilmi walaa tanaazacu fatafshalu wa tadhhab riihku hadii la qis khilaafo oo waxaan micno lahayn la isku wada khilaafo sidoo Ilaahay sheegay waad isqadaa iskhilaaftaan oo inba meel aado marka ugu dambeysa fatafshalu waad fashilmaysaan Ilaahay awoodiinuna way tagaysaa khalas baad noqon horey baan u soo maray boqol jeer baan iskhilaafnay boqol jeer baan soo fashilnay boqol jeer baa awoodeenu tagtay boqol jeer buu caadigu na qabsaday haddana ma ku sii wadeynaa ma la sii wadeen waxa soo ma istaagto dadka Soomaaliyeed goor may qaan gaarayaan horta siyaasiga Soomaaliga goor muqaan gaaraya odayga Soomaaliyeed goor muqaan gaara goorma la qaan gaara ma marka adduunka la rabo dadka Soomaaliyeed waa in ay qaan gaaraan waa inay wax fahmaan waa inay wax ku hareereysan fahmaan qof kasta oo kala qaybinaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo qabyaalad ku kala qaybinaya oo masaalix ku kala qaybinaya oo gobol ku kala qaybinaya oo deegaan ku kala qaybinaya qofkaasi waa cadaw Soomaaliyeed waa cadaw hadaan maqasho waa kaun qof kasta oo dadka Soomaaliyeed midaynaya oo isu keenaya oo waxay wada leeyihiin ka wada shaqeynaya oo dadka isu soo kaxeynaya oo soo oo walaalaynaya qofka waa qofka Soomaaliga ee xalaasha ee saxdaana waa kaas shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadka inay kala bartaan waxaan ugu baaqayaa inay aqleysaan waxaan u baaqayaa in la isku dirin kuwa tarafka xuduudaha jooga iyo kuwa halkan jooga maanta oo xuduuda badda joogaay dalka isku sibay u jecel yihiin isku sibay u leeyihiin waa isku mid isku dareen waaye marka waxa waaye inay ogaadaan dalkeeda meeshu maray dalkoodu iyo waxa ka taagan inay ogaadaan guud ahaan dadka Soomaaliyeed kuwa xuduudaha ka baxsan iyo kuwa ku jiraba waxaan ugu baaqaynaa nabad waxaan ugu baaqaynaa deganaansho laakiin waxyaab markay joogto ay timaado dal markay timaado yaani meeshaas waxa waaye waa khad axmar waa khad casay noo tahay khad cad bay noo tahay waxaanse mar kale ku baaqaynaa nabad iyo deganaansho iyo inaan la isgardaraysan.